تابعين حلقتنا، وبيسعدني وبيشرفني استقبل الاخت مرانا سعد. اهلا وسهلا فيكي معنا، نورتينا سور مرانا. شكرا لي، صباح الخير. صباح النور، وينعاد عليك وعلى عائلتك وعلى فيلوكاليا بايام حلوه. شكرا. بتشبه اللي عم تعملوه بدار الميلاد، هالقد فيها سلام، هالقد فيها فرح، هالقد فيها نور. دار الميلاد بدوره جديده، وكبناكم من البدايه وبعدنا مستمرين تنضوي من هالمناره بهالدار العظيم، ومطرح ما صوتكم حاضر كمان، لانه بعرف انه والناس صارت بتعرف انه عم تتنقلوا بقلب المناطق بلبنان، ونحن على مواعيد حلوه راح اترك لحضرتك تخبرينا عنها. اول شيء شكرا لاستضافتكم، وينعاد على الجميع وخاصه على عائله الام تي في، ونشكر استقبالكم. نحن مثل ما سبق وقلت بدار الميلاد بدورته الثالثه، افتتحناه ببركه وحضور غبطه ابينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يلي كان بعمل جديد لبناني يلي هو يسوع ابن الإنسان. طبعا من أول الشهر لليوم في عدة جوقات شاركت فنانين مغنيين وأنماط موسيقية مختلفة، وهذا كله ليحمل الناس للفرح للرجاء لأيام إن شاء الله أحلى. نحن مستمرين، وهالأسبوع رح يكون عنا أيضا حفلات متتالية، خاصة أنه عم نتحضر كمان لقرب العيد. فالليلة بيكون عنا جوقة الانديو بإدارة بالخليل رحمة بكنيسة يسوع الملك، ندعي الجميع للحضور. نهار الثلاثة بيكون في جوقة الأطفال لكل الناس اللي بتحب أنه أطفالها تكون عم بتشارك كمان بأمسية خاصة بالأطفال، مع جوقة أطفال في لوكالية بدير الويزي على الساعة 5 المساء. غير انه عنا حفل كبير بكازينو دوليبان مع الفنانه عبير نعمه وفرقه موسيقيه، وجوقه شباب وصبايا في لوكالية يلي عم بحضروا لامسيه جميله جدا. فبندعي الكل يلاقونا على الكازينو. غير انه كمان عنا جيلبير ورفقه فارس، جيلبير رحبان ورفقه فارس مع اعضاء من جوقه في لوكالية وفرقه موسيقيه كمان بحفله خاصه. معنا كمان عدة سابين وغير من الموسيقيين يلي كمان عندهم حفلات بهالأسبوع، يلي كل اللي بحب يكون عم بيشوف تفاصيل دار الميلاد ما في إلا يفوت على صفحاتنا في لوكالية انستيتيوت أو حتى بفيرجن ميجاستور لحجز التيكتس تبعهم. في كتير من الحفلات مجانية، كما وفي أيضا حفلات فيها طبعا تيكتس لدعم المهرجان. طبعا مهرجان جبار، فيه كلفه كبيره، كلفه التقنيات والناس اللي بتشتغل معكم من موسيقيين وغيرها، وبعرف قد ايه في ناس بتساعد وقد ايه في ناس بتقدم حالها وموهبها، بس الحاجه كبيره وكل شيء حلو بده ينعطى قيمته. مشان هيك كمان بعتقد انكم تعبتوا كثير بقلب هالظروف الصعبه، يعطيكم الف عافيه لحتى تحافظوا على القيمه وعلى النوعيه بالاداء للشغل، مش هيك؟ بدي اقول شغله، انه هالعمل بعجقته بتعرف انه على طول الاعياد تحمل عجقه معه، حلو كثير لانه في نسبه ناس كثيره عم تشتغل، ان كان بالتحضير حتى الحفلات باصواتهم بآلاتهم، او حتى الناس اللي بتكون على الاضاءه على الصوت على الاخراج، الناس اللي عم تشتغل وراء الكواليس اللي بوجه لهم تحيه كثير كبيره، وخاصه فريق عمل في لوكالية وكل القيمين على هالمهرجان. فبدي اقول انه هالعصب فيه عصب حياه، لانه العيد بجيب لنا هيك حماس لنرجع نستعيد حتى حماسنا من الداخلي والخارجي، لانه كمان بذكرنا قدام ميلاد ربنا قد الأسس الثانوية بالحياة ما إلها قيمة، بيضل الأهم هو القيم الروحية، إن كان الحب، إن كان السلام، إن كان الاتحاد مع بعضنا البعض، إن كان الطاقة الإيجابية لإنسان منه أخذ معه إلا العطر الحلو، فبيترك معه كمان العطر الحلو. فمثل ما بيقول في مثل بيقول إنه الإنسان بيفوت على الحياة عم يبكي، بس أهم شيء يغادر هالحياة مخلى الناس كلها عم تبكي وهو عم يضحك. فمهمة هيدي المسيرة إنه الإنسان يشتغل على ذاته ليعطي أكثر ما عنده جمال وطاقة للناس، وهذا اللي عم بصير بدار الميلاد يلي صحيح في تعب، بس تعب حلو. ورغم هالظروف الصعبة والوجع اللي عم بيصير بالعالم، تبقى على القليلة الروحانيات نور بهالدنيا،
ونكون كلنا ماشيين على طريق يسوع اللي هو الحياة والحق، يلي منه يمكن كل إنسان ممكن يفقد أمله بقصص كتيرة بهالدنيا. ممتاز وكتير حلو اللي عم بتقولي، مشان كمان بدنا الناس تكون أصدقاء لإلكن وتكون شركة بهالعمل وبكل هالأعمال يلي هي عم تتقدم بأغلبيتها بشكل مجاني، وندعي الناس تشارك كمان بأعمال حلوة، لأنه في بتقيت حفل استثنائي، أنا بدي أقول أداء استثنائي معكم ومع عبير نهار الأربعاء بكازينو لبنان. بقى الناس اللي بتحبكم بتحب عبير كتار، بندعيهم كمان يحجزوا بطاقاتهم، بيكونوا عم يحضروا عمل رائع وكمان عم بيساهموا باستمرارية هالمركز الحضاري الروحي والموسيقي الاستثنائي، لحتى كمان شباب وصبايا لبنان يكونوا عم يلمعوا بالمجال الموسيقي وبمختلف مجال الفنون بهالمعهد وبهالكنيسة. كمان بحب نوه انه في حفلة لشانتال بيتار ب 21 كمان ديسمبر بكنيسة مارجوريس بصربا، وكتير حفلات اخرى في تانغو نايت ب 25 نهار العيد، كما وفي حفلات تانية ديو وتريو بيانو مع جورج دكاش وانا سهيلة. وهون بدي وجه تحية لكل الفنانين اللبنانية. من اهداف المهرجان هي خاصة دعم الفنان اللبناني اللي عايش بلبنان أو برا، وحتى عودتهم للبنان ويعرفوا أنه هالمكان هو بيتهم الأساس والمرجعيتهم، تيضلهم يعطوا أحلى ما عندهم من حب وإيمان وجمال عبر دار الميلاد. ممتاز. سور مرانا، بعرف قد ايه ما بتشتغلي، ومثل ما قال مثل قد ايه بتشتغلي عفوا العكس، قد ايه ما بتنامي وقد ايه بتشتغلي، مثل ما قال سيدنا البترك عنك ببكركي، ونحن سرقناكي من اليوم كمان، عندك نهار تصوير وتحضير طويل. دائما في خطط لبعدين، في مشاريع دائما عم تتحضر حتى بقلب المشروع الكبير. طبعا، لانه كل حركه بتعطي بركه، وكل ما كان في افكار لتنفيذها كل ما كانت علامه صحه وحياه. فبهمه هالشباب والصبايا بفيلوكاليا وخاصه الفريق العمل كله، بهمه اطفال فيلوكاليا والعائله كلها، وطبعا تحت بركه سيدنا البترك وكل مجلس الاداره، وتحيه كبيره كمان لسيدنا حنا علوين يلي كمان عم بيكون غامر هالمؤسسة بيسهروا عليها. فبدي أقول المشاريع على طول موجودة، ومنا إلا لنقدر على طول نزرع إذا بدنا بالتربة الطيبة هالشجرة الطيبة تضل عايشة، والشجر مثل ما السابان دو نويل هي علامة استمرارية وعلامة ربيع. فرغم هالعواصف وهالشدة باللي عم بيقطع فيها الشرق وخاصة هالمنطقة، إن شاء الله تكون عطول الأعياد علامة رجاء، ونسلم كل شيء لربنا. ونحن مثل ما هالسفينة كانت هيج البحر وهن بالسفينة قال لهم لا تخافوا أنا معكم، فإن شاء الله بهالعيد نذكر الكل أنه يسوع وقت اللي تجسد وكان طفل هو ليذكرنا بضعف الإنسان، وانه رغم كل شيء نحن بنقوى بضعفنا ومش العكس، ويضل يسوع هو النور الحقيقي قدامنا، ويلي بيحط حاله بين ايديه ما بيخاف ابدا. بتمنى العيد للجميع يكون عيد خير وبركه واطمئنان، لانه الناس مشتاقه للهدوء بحياتها. وبدعي ان شاء الله يا رب الكل يكون عم بيصلي كرمال نغمر اخوتنا اللي معذبين وخاصه بفلسطين، تكون هالعيد دفى لهم وينشر السلام بكل الناس. امين. مع كلماتك اللي هي من نور بنختم لقائنا، بدي منك تعرفينا على الصبايا الحلوين يلي رح يختموا كمان بترتيلك. انا بدي احيي ريبيكا على الاورج، وعلى وكمان هيفا يغيايان، ريبيكا يوسف وهيفا يغيايان اللي هني كمان من طلاب المعهد يلي عم يشتغلوا لدبلوماتهم، وعيدهم كمان. شكرا كثير سور مرانا سعد. بندعي الناس كمان تفوت على صفحاتكم في لوكاليا، صفحاتكم حلوه ودائما بتضوي على الجديد، لكمان تواكبكم وتكون معكم بالمواعيد الجديده. شكرا لك، ينعاد عليكم. لكن رح نختم معكم صبايا، تفضل.